السلام عليكم. اليوم حبيت نرد على الجماعة تاع المخزن، أزلام تاع المخزن ومن وراءهم الذين طعنوا في أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في أعراض عائشة، و طعنوا حتى في العقيدة، عقيدة السنة، الشعب المسلم، السني المسلم. كيف؟ أنا دوك الحقيقة تقال، أنا لست فقيه يعني في الدين في الإسلام، لكن عندي أي مسلم، يعني أي مسلم في العالم عنده بما فيه كفاية المعلومات باش يرد ويضحد هذا الكلام اللي قالوه والأفكار اللي راه ينشرها المخزن العلوي الشيعي الفاسق متصهين الذي ينشر هذه الأفكار الشيعية في المجتمع السني المغلوب على أمره في مهلكة المروك. أي واحد قادر يعرف بأن كل ذلك الكلام غلط، لكن الكلام هذاك ينم عن الحقد نتاع المخزن. وإحنا نعرف باللي حتى المالك هذا ليس بالمسلم، جده عبد الحفيظ بني في مقبرة اليهود، مش جده، جد أبوه الملك عبد الحفيظ الذي وقع على اتفاقية الحماية في 1912. هو يهودي ديانة، لأن وثيقة تاع الوفاة لاك دو ديسي تاع السلطان عبد الحفيظ في لاك دو ديسي مكتوب أن الديانة تاع عبد الحفيظ هي اليهودية، ومش مش سي با ان ديتاي فاكولتاتيف، يعني الديانة دون ان اكت دو ديسي سي با ان جيست سي با اون انفورماسيون كيلكونك، مش معلومة هكذاك خاطفة، مهمة جدا. الديانة نتاع لاك دو ديسي مهمة جدا، لأنها بها اللي راح يدفن الميت، وراح يدفن إذا كان مسلم يروح المقبرة المسلمة، إذا كان مسيحي يروح المقبرة مسيحية، وإذا كان يهودي يروح المقبرة يهودية. إذا لاك دو ديسي تريز امبورطون، ولا ريليجيون تاع لا كونفيسيون نتاع لو ديسي لو ديفان كي امبورطون. اذا فلاك دو ديسي نتاع الملك السلطان عبد الحفيظ مكتوب يهودي جيوش جويف، وخاصة الأهمية نتاع لاك دو ديسي هذاك، والأهمية نتاع لافورماسيون هذه، خاصة الي بلوز امبورطون دوتون بلوس هذا الميت هو سلطان، ميت سلطان باش تدفنه كما تحب انت، مش مواطن ضعيف فقير دفنه في بلاصة قال دفنه كلب حش سامعين وحش حش خلق الله، قال ديروا له أي ديانة فلاك الديسي تاعو ودفنه بأي طريقة. هذا سلطان، سلطان عبد الحفيظ. إذن لاك دي دي سيتا مكتوب يهودي، معناه أنه دفن في مقبرة يهودية. لا يهمنا أين دفن، ما يهمنا هو أنه يهودي. إذن السلطان عبد الحفيظ جد هذا اللي يقولهما سلالة الرسول، ملك المغرب من سلالة الرسول، جده يهودي بالدليل القاطع.
وما يؤكد هذا هو كل أفعاله، كل ما فعل، كل الخيانة تجاه القضية الفلسطينية، وتعامله وتحالفه مع إسرائيل ومع اليهود، وحب اليهود للملك الحسن الثاني، حبهم له، وأكثر من هذا داروا عليها الشارع باسمه. كل هذا الشيء يدل على أن العائلة المالكة في المغرب هي عائلة يهودية. وآخر دليل هو ما أتى عليه المخزنيين، سلالة المخزن، مخنز، عندما تعرضوا إلى أعراض النبي صلى الله عليه وسلم وأعراض عائشة أم المؤمنين، شيء رهيب والله، شيء رهيب. أي إنسان عاقل بدون ما يكون مسلم، يكون برك عاقل، يعرف بأن الزواج 9 سنوات غير ممكن وغير منطقي. بنت 9 سنوات ليس لديها يعني لي زانسترومون بور كومبروندر لا في، مازال ما عندهاش الوسائل باش تعرف ما معنى الحياة، كيف لها أن تتزوج وهي 9 سنوات؟ حتى من الناحية الفيزيولوجية غير مهيئة لكي تتزوج. وكان الرسول في الموقع اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر يتزوج أجمل بنات العالم، كان يقدر يتزوج واش يحب، كيفاش يخلي كاع النساء والعزيبات والشابات والصغيرات تاع 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 خلاهم كاع وراح تزوج ما واحدة تحت 9 سنوات؟ هذا رسول؟ أي رسول هذا الذي تتكلمون عليه؟ يا كذابين، يا منافقين، يا أعداء الإسلام، أنتم أعداء الإسلام، أنتم أعداء الإسلام، أن تطعنون في عائشة وأن تطعنون في أعراض النبي في نبوته. كيف لنبي أن يتزوج طفلة بعمر 9 سنوات؟ ما هذا الاستهزاء؟ ما هذا الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لكم الحقيقة، وأي مسلم في العالم يعرف الحقيقة. الحقيقة هي أنه أبو بكر الصديق طلب هيأ بنته عندما كان عندها 9 سنوات، قال له بنتي لي برومي باش تتزوجها في أي وقت تريد، وهذا موجود إلى يومنا هذا موجود. كان بزاف عائلات يخيروا الزوجة تاعهم، يختاروا ويهيئوها، يقولوا له خليها لنا كي تلحق سن الزواج نتزوجوها، يختاروها عاما قبل. هذا كان موجود، دي ماريي بروميز ان ماريي بروميز ا كيلكان افون لو لاج سا اكزيست، بصح ما تزوجهاش. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على لاج دو 13 ans، انتظر 4 سنوات باش تزوجها. هذه هي الحقيقة التي ينكرها أعداء الإسلام مخزنيين. كيف يعني الشيء رهيب، كيف للمخزن الذي يراعي
الدعارة والفسق والمتاجرة بالأولاد الأطفال صغار، ويسمح بالمثلية، صناعة الإباحية في مراكش. كيف لهذا النظام أن يدافع على حقوق البنت الصغيرة نتاع 9 سنوات؟ نزعت من أدوات الألعاب لكي تتزوج الرسول. من أين أتيتم بهذا الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العقيدة؟ لا لي شيء، لأنكم لستم بمسلمين. هذا هو الحقيقة، لستم بمسلمين. المسلم لا يفعل هذا الشيء. لا يوجد مسلم واحد في العالم يمد بنته في عمر 9 سنوات، لا يوجد. 13 سنة، نعم 13 سنة هو سن البلوغ عند المرأة. البنت تكون عندها، تكتمل أوصاف المرأة بعد سن، يعني سن البلوغ بعد سن 13 سنة. ورغم كل ذلك الشعب بعد ما منعوا الصلاة، هذه كل نتائج تاع التطبيع وعلى الاغتماء في أحضان الأعداء عند الإسلام. اخترعوا ديانة جديدة، الدين اسمها الإبراهيمية، ديانة الإبراهيمية. هذا موضوع آخر يتطلب وقت كبير، معلش. لكن بعد ما منعوا صلاة التراويح بسبب كورونا، ومنعوا صلاة العيد وصلاة العيد الكبير والصلوات، يعني الطالب العادية حتى الصلوات العادية منعوها يعني بحجة تجمهر، عدم التجمهر. لكن يتجمهرون في الأسواق والحمامات، مسموح في الأسواق والحمامات، هذا أمر عادي. لكن أن تتجمهروا في المسجد ممنوع. الآن أتى وقت الطعن في العقيدة بتاع المسلم. وهذا الشعب المغربي، لأقولها بالأسف، شعب رخيص مدلول يقبل بكل شيء. إذا قبلتم كل شيء فسيأتي أكثر من هذا. أنا أقولها للشعب المغربي، إذا رضيتم بكل ما يجري لحد الآن أن يطعن في النبي، يعني يقول لك انتظروا عذاب، لا يأتي عذاب ورسول الله بينكم، لا يأتيكم عذاب ورسول الله بينكم. إذا ابتعد، يعني معناها أن إذا ابتعدتم عن رسول الله فيأتيكم العذاب. طالما أنتم واقفون مع رسول الله وتفدوه وتدافعون عليه فلن يأتيكم الضر. أما إذا سمحتوا في العرض نتاع عائشة، وسمحتوا في العرض نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، انتظروا عذاب من الله بأيدي الإنسان على كل حال، لكن العذاب سوف يأتي. أستغفر الله، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.